عقد حزب الاتحاد الاشتراكي مؤتمره الإقليمي بطنجة تحت شعار جميعا من أجل تخليق العمل السياسي تحت إشراف الأمين العام للحزب. أنا سنعتبر انطلاقة جديدة أولا على مستوى الوجوه الاتحادية، القاعة جمعت كل الاتحاديات والاتحادين حتى الذين اختلفوا مع بعضهم البعض في محطات سابقة، هذا مؤشر إيجابي وبعثوا رسالة قوية أن هذه المرحلة يلتئم فيها الاتحاديون وتأكدوا الأغيار بأننا عكس ما يدعون موحدون لا مشتتون ومجتمعون لا متفرقون. هناك رغبة أكيدة من طرف كل الاتحاديات والاتحادين بالإقليم باش يتجهوا للمستقبل بأفق جديد بتفاعل مع ما يدور حولهم، خاصة أن حجم الرهانات بمدينة طنجة كبيرة وكبيرة جدا، هناك أوراش كبيرة مفتوحة على مستوى المدينة، كان الاتحاد فترات معينة سبق في طرحها، لا يمكن اليوم بأي حال من الأحوال في ساعة التنزيل ديالها أن يكون غايبا عن المشهد. إدريس لشقر استغل المؤتمر الإقليمي لتوجيه رسائل إلى خصومه السياسيين، مبرزا أن ما تشهده مدينة طنجة من إنجازات انطلق في عهد حكومة التناوب، وتسيير حزب الاتحاد الاشتراكي للمجلس البلدي آنذاك هو سبب النجاح الذي تعرفه مدينة طنجة على حد قوله.